خلينا بهالوقت يلي كلنا بقلب واحد وفكر واحد، مجتمعين حتى نقدم قلوبنا قربان على مسبح الرب. خلينا بهالوقت نغمض عيوننا، تفتح ايدينا بشكل صليب على ركابنا، هالايدين يلي رح يحملوا جسد الرب، نحملن نوايانا، نحملن وجعنا وفرحنا. مع القربان هالخبزة يلي رح تتحول لجسد الرب يسوع، ومع هالخمر يلي رح يتحول لدم يسوع رح منقدم نوايانا. خلينا نحاول بهالوقت إنه ما نتشتت ونغمض عيوننا تنعيش الحالة يلي بدنا نعيشها مع الرب، ونحس بلمسة الرب وبنور الرب وبكلمة الرب عم تلمس قلوبنا وعم بتجددنا وعم بتغيرنا. ما نتطلع بالأشخاص اللي جينا نحن وياهم، لأنه هالوقت هو وقت بيجمعنا مع الرب. عيوننا مغمضة وقلبنا مفتوح. رح صلي وصلاتي رح أذكر فيها بعض من صلاتكم، بعض من نواياكم، وبيبقى الوقت يلي انتو فيه رح بتصلوا مع الرب. انا بحب صلي يا رب بهالمساء على نية كل انسان شكيك بيشبه زكريا، رغم المعرفة اللي موجودة عنده بس في عنده شك بحياته، بشك بكل الناس وبشك بأقرب الناس، لا بيرتاح ولا بيريح الشخص اللي عايش معه. وعلى طول بيحط اللوم على الإنسان الآخر، وعلى طول ما بيصدق. رح صلي على نية كل إنسان عاقر مثل إلي صبات، كان رجال وإن كان مرة، هالشي هذا يلي كان بالعهد القديم علامة سوء عند المرأة
المتزوجي، لأنه كل امرأة كانت تتمنى أنه من أحشائها يولد المخلص. بس نحن اليوم من آمن أنه الرب بيولد بقلوبنا كل مرة نحن منتناوله. رح صلي على نية كل رجال ومرة ما في عندهم أولاد، حتى نعمتك يا رب تغمرهم. ومثل ما عطيت يوحنا يلي معناته الله الحنان، لأنك أنت إله كلك حنان وكلك رحمة، خلي حنانك يغمر قلوب هالعيلة. بدي صلي يا ربي على نية كل أم وكل بي أجهضوا ولد لعدة أسباب حاولوا أنهم يحطوها، يمكن لأنه نحن مش حاضرين، يمكن لأنه نحن مش مزوجين، يمكن لأنه الوضع الاقتصادي ما بيسمح، يمكن لأنه الناس شو بدها تقول، يمكن لأنه المجتمع ما بيرحم. المهم جريمة بحق الإنسانية صارت، والجريمة هي جريمة كبيرة. مشان هيك كل إنسان عمل هالجريمة هيدي مفروض إنه يتقدم للاعتراف ويندم ويعوض على فعل القتل يلي عمله بحق طفل ميات العيال بيتمنوا إنه يكون لإلهم، بس هو بفعل تكبر قرر إنه يوقف حياة إنسان مش قادر إنه يدافع عن حاله. بدي صلي يا ربي اليوم على نية العيال يلي مفتتة، وعلى نية الشخص اللي بيقول ليش أنا خلقان، يا ريتني مش موجود، وبيتمنى السوق لحاله وبيقول في ناس كتار أذكى مني وفي ناس كتار أجمل مني وأنا ما بسوى شي وأنا ما بفهم شي وأنا بشع وأنا مني حلو، ما حدا بحبني، كلهم بيتنمروا علي. لهالإنسان هيدا بدي أقول له في شخص بحبك، وكل هودي المظاهر الخارجية يلي أنت عم بتفكر فيهن ما بتعني له، لأنه هو لما حكى الإنسان قال له يا بني أعطني قلبك، المهم قلبك يكون حاضر إنك تستقبل الرب. بدي صلي على نية كل إنسان مخدوع، شغلات كتيرة افتكرها حقيقة وبلحظة فجأة حس إنه كل حقيقة يلي كان مفكرها حقيقة كانت كذبة، علاقته كذبة، حبه كذبة، زواجه كذبة، عائلته كذبة، وعيش بمرحلة التفكير بين الكذبة وبين الحقيقة، وقال
قديش أنا كنت مغشوش. يتذكر كلمة الرب يلي بيقول له تعالوا إلي أيها المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. عم يدعينا الرب إنه نرمي أتقالنا قدام منه وهو بيريحنا. بدي صلي على نية كل إنسان عصبي ومفتكر إنه بعصبيته الناس بتخاف منه وهيك علمه وهيك تربى إنه لما بتعلي صوتك أنت بتكون رجال. أنا بقول له لما بتعلي صوتك معناتها بطل عندك لغة الحوار، انتهيت عندك وبطلت قادر إنك تحاور. أنت خسرت، وحتى تغطي خسارتك وفشلك بتصرخ وبتعيط وبتفتكر إنه الناس خافت منك وانعت من الكلام اللي أنت قلته، بس أنت مغلط كتير، لأنه الحوار مع الرب هو حوار القلب. إحنا اللي منقله يا يسوع الوديع والمتواضع القلب اجعل قلبنا مثل قلبك. خلينا نكون متواضعين بكلامنا بحوارنا، نسمع ولما نحكي ما نجرح. بدي صلي على نية الأهل المشتتين، البي محل والأم محل والأولاد محل، ما في شي بيجمعهم. بدي صلي على نية البي اللي بيقضي وقته عم يلعب قمار ويمكن ورا المخدرات، والأم يلي عايشة حياتها وما عم بتفكر بولادها. وبدي أفكر بالولاد المجروحين وصلوا لطريق مسدود، يمكن مشيوا بطريق الغلط، بس كل إنسان بيمشي بطريق الغلط في وراء قصة، في وراء جرح، في وراء وجع، في وراء ألم، بس مع يسوع في قيامة. مشان هيك الكهنة موجودين حتى ايدكم بايدهم تمشوا على درب القيامة وما تضلوا عم تغرقوا بالخطية. بدي صلي على نية كل إنسان بيظهر للناس إنه هو مبسوط بس من داخله عم يتقطع من المشاكل اللي عم بيعانيها. تشارلي تشابلن بيقول كنت أحب إنه أمشي تحت الشتاء حتى الناس ما تشوف دموعي، وكتار الأشخاص يلي بيشبهونا يلي الناس بينطروا منا إنه نزرع الفرح بقلوبهم والسعادة بقلوبهم، بس نحنا من جوا منكون موجوعين ومتألمين. بهالوقت رح صلي على نيتكم، رح اختار اسمين. هالاسمين هودي رح احملهم بصلاتي كل هالاسبوع: جورج وأنطوانيت. رح احملهم بصلاتي وصلي حتى الرب يحقق فيهم
كل شيء هن بيتمنوا. رح صلي بالنهاية لأمي وبي وأم وبي كل حدا منكن غدرنا وفل من هالدنيا وصار موجود فوق بأحضان الرب، المكان اللي فيه سعادة والمكان اللي فيه فرح، المكان اللي فيه تنعم برؤية الرب يسوع فوق بالسماء، بالمكان اللي بيتلاقوا فيه الأبرار والقديسين من بعد تعب الحياة على هالأرض. اذكروا أهلكم يلي فلوا من هالدنيا، وحبوا أهلكم يلي بعدهم موجودين بهالدنيا، لأنه العمر غفلة. وإذا فقدتون رح بتحنوا لأوقات كتيرة بس ترجعوا تلمحون. أنا حكيت كتير، بعتذر إذا كنت قاسي ببعض الكلام يلي قلته، بس هيدا كلام لازم ينقال. الوقت مفتوح لإلكن إنه أنتوا تكفوا صلاتكن. في نوايا كتيرة أنا ما ذكرتها، بس كل واحد منكن قادر يحط نيته على كفه ويقدمها للرب يسوع مع الإربان المقدس.